السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هنعمل الشاورما بطريقة سهلة وسريعة جدا جدا. لو مستعجلة زي حالاتي وما عندكيش وقت تنقعي، هنعمل احلى شاورما ولادك ياكلوها في حياتهم. عندنا لحمة شرايح. بصوا الشاورما بتبقى لحمة شرايح كده. انت بتقولي للجزار انا عايزة لحمة شرايح، ماشي اهي. بصي انا مش عايزة بس امسكها عشان ايدي ما توسخش. بصوا تبقى شرايح كده، ماشي. هي بتبقى حته لحمه طريه، محتاجين لها ليه، حته ليه محترمه معاها زيت. عايزه زيت، زيت وليه ليه؟ عشان خاطر الليه تسيح براحتها، فهمتوني؟ الليه مش هتنفع لوحدها في الطاسه. هحتاج خل طبعا. هحتاج ايه تاني بقى؟ هحتاج بصل شرايح، بصلتين كبار، ده كيلو لحمه، ماشي. هحتاج 3 طماطميات شرايح برضو، وحاول شيلي منها الميه، يعني بصل شرايح 2 كبار، بصلتين كبار شرايح، 3 طماطميات، حبه بقدونس حلوين، حبه بقدونس دول للوش في الاخر يعني قبل ما نعمل السندوتش او نقدمها. السر بقى الحلو، ومحدش يقول لي يع وعك وفهماني ازاي، عشان انا عارفه الكلام ده. نعناع اهو، هذا هو النعناع. ايه نعناع؟ والله نعناع، ده بقدونس. سوري اهي يا بنتي، اطلعي. نعناع اخضر، لو ما عندكيش نعناع اخضر ما تحطيش. ماشي يا حبيبتي، استنى نشوف الصوره زعلت ليه. بس شفنا الصوره كانت مزغلله ليه. نعناع اخضر. قبل ما واحده تقول لي يا وايه العك اللي حابب تعمله ده، تروح قافله الفيديو. اصبري عليا بس حبيبه قلبي. عارفين ابو حيدر؟ طبعا ابو حيدر اشهر واحد في جمهوريه مصر العربيه، في مصر جيده، بيعمل شاورما، و90% ان ما كانش 99 من المصريين كانوا شاورما ابو حيدر فيها نعناع. واتحدى وحد يطلع لي يقول لي لا ابو حيدر ما بيحطش نعناع في الشاورما. الشاورما بتحط لها نعناع اخضر، بتدخلك زي ما بيقولوا العالم تاني خالص. خلاص مكوناتنا بسيطه، التوابل ايه؟ ملح وفلفل فقط لا غير، ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا قرفه ولا حبهان ولا حاجه. بس حط شويه جوز الطيب، حط شويه جوز الطيب غير كده. خلاص هنروح للطاسه ونشوف هنعمل ايه. هذه هي الطاسه بتاعتنا، سخنه، لازم تكون سخنه. هنحط فيها 3 4 معالق زيت، 3 4 معالق زيت يعني ربع كوبايه. هننزل بالليه. الليه بقى بحفظها في الفريزر عندي من العيد الكبير للعيد الكبير. واذا لقيت مثلا ساعه يعني عيد اخواتنا المسيحيين بيكون برضو بينزل ضاني، لان الضاني مش بيبقى كتير، فبروح اجيب. رحت هايبر كارفور لقيت ضاني اروح جايبه، يعني فهمتوني ازاي. لكن انت لو انت لا مش بتشتري، بتفضل عندك من العيد للعيد، ما بيجرالهاش اي حاجه ولا بتزنخ ولا بيجرالها اي حاجه. هنفضل ولا الحلو ده بقى كده لحد بقى دي ما تسيح خالص وتستوي، فهمتوني ازاي؟ وهرجع لكم تاني. بصوا شايفين احمرت ازاي؟ بصوا انا مش عايزه اقرب، بس لان انا هبتدي انزل باللحمه. نهدي النار بقى، نوطي النار شويه عشان خاطر بس الدنيا ما تفرقعش معانا. نبتدي ننزل. بسم الله الرحمن الرحيم. هضطر استخدم ايدي. بصي الريحه رائعه. خلاص ما جراش حاجه، نروح بقى معليين النار، نعلي النار قوي. انا عايزه ملف اللحمه ما تنزلش ميه. نبتدي نقلب. ريحة تحفة. لا نقعت في زبادي ولا نقعت في بصل وخل. احنا هنحط الخل وهي تستوي في الخل، وهتبقى احلى شاورما. نقول الشاورما السريعة السريعة، ماشي. ولو نزلت شوية مية مفيش مشكلة، هي المية دي اللي هتسويها. خلاص يا حبيبتي هنزل الباقي وارجع. هنا انا نزلت كله، ماشي. ابتديت اقلب، لازم كل اللون يتغير، لازم كله يبقى لون واحد، ما يبقاش فيه اللون الاحمر ده خالص. بصي نقلل كده. بصي هتنزل ميه عادي، مفيش مشكله تنزل ميه، مفيش مشكله. معروف ان لحمه الشاورما تبقى لحمه خفيف، لحمه ناعمه، تستوي بسرعه. يا ساعه ما تخلص وتشرب ميه تكون استوت معانا. انا قلبت، انا حطيتها بقى على نار عاليه، حطيتها على اكبر عين عندي، ماشي. هفضل كده لحد كل لونها ما يغير وارجع لكم. هنا خلاص اللون اتغير كله، فيها شوية مية. هنزل مع شوية المية دول 3 معالق خل بس، ماشي. هتقولوا طب ما حطيتش الخل كده على الخضار، مش مشكلة، أنا عايزة اللحمة اللي تتطعم بالخل. هي فيها شوية مية، تشرب كمان مع شوية المية الخل، هيبقى طعمها وريحتها تحفة. هي من دلوقتي ريحتها رائعة، ليا مع اللحمة مع الخل بيدوا ميكس رائع جدا. تشرب بقى المية دي خالص. بصوا المية دي خالص كده على نار عالية زي ما احنا، تكون استوت، وتبتدي بقى ننزل خضارنا ونشوف هنعمل ايه. هنا خلاص ابتدت تشرب ميتها. هجيب البصل والطماطم، انزلهم الاول، بصل والطماطم الاول.
ماشي. وبقى لو الطماطم دي مشويه بس طبعا عشان احنا مستعجلين فمش هينفع، مجرد ما تشرب ميه تعرفي ان اللحمه استوت. نجيب البصل والطماطم ونشوف هنعمل ايه. نقلب ريحه رائعه، ريحه الخل معليه تجنن تجنن. انا مجرد تقلبتين، انا مش عايزه الحاجه تبقى طريه وتنزل ميتها، لا انا عايزه الحاجه برضو تبان. فهمتوني ازاي؟ اجيب بقى الملح والفلفل ونحطهم. حطينا ملح والفلفل، نبتدي نقلب حبة صغيرين بس. عارفين ان احنا الشاورما بيتحط عليها البصل والطماطم بعد ما بتستوي على السيخ، ما بتتحطش على السيخ معاها البصل والطماطم. زي ما بقول لك لو قدرتي وقتك فاضي تشوي الطماطم تحطيها في الفرن تحت صاج تحت الشوايه، على صاج تحت الشوايه، تفرق معانا جدا جدا. هجيب بقى في الاثناء دي ايه بقى؟ حبه النعناع، الخلطه السريه بتاعتنا. بصوا كبشه نعناع، بقى نعناع على بقى نعناع على بقدونس. لا هو النعناع البقدونس بنحطه في الاخر في التقديم. النعناع ارجوكي ارجوكي ما تقوليش ايه القرف ده، ما تقوليش يا معلش انا مش بحجر على كلامك حبيبتي، بس والله العظيم اللي كان عند ابو حيدر عارف انه بيحط في الشاورما نعناع، عشان كده الناس كلها بتتهبل على شاورما ابو حيدر. ريحه تحفه. بس دي ده انا عندي قبل كده في القناه طريقه شاورما العاديه بقى اللي بتتعمل تحت الشوايه في الفرن، بتعمل طريقه برده جميله جدا وحلوه قوي. كده كده خلاص. بصي لو في ميه مفيش ميه، بصي حبيت حاجات صغننين خالص تشربهم ونطفي عليها. مجرد ما نطفي عليها نحط البقدونس، ما نحطش البقدونس دلوقتي الا مجرد ما نطفي عليها، ما تطلعيش البقدونس على النار. النعناع ليه حطيناه على النار؟ النعناع حطيناه على النار عشان انا عايزاه نكهته تدخل جوه اللحم. هطفي نبتدي ننزل بقى بالبقدونس. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى سندوتشات او تعمليها فتت شاورما او انت تحطيها اللهم صل على النبي ياكلوها كده. يا بصي اللي يعجبك اللي يعجبك. شفتوا ايه الالوان؟ ايه رايكم في الالوان؟ تحفه ورائعه وجميله جدا. لو حسيتي ان انا عايزه خل ممكن تزودي معلقتين خل، يعني الخل من 3 معالق لخمس معالق خل، مش كتير على الكيلو. بصوا ايه رايكم؟ ريحه رائعه. نشوف بقى هنقدمها ازاي. هنا حبايبي انا جبت عيش سوري، انا بجيب دايما عيش سوري واشيله واحطه في الفريزر، ماشي؟ سيحته، تسيحيه على التسيح في الميكروويف، ما يجريلوش اي حاجه. وعملت سلطه طحينه وحطيت عليها زبادي بس من غير توم، يعني سلطه طحينه وملح وخل وزبادي بس. فهمتوني ازاي؟ طبعا عارفين ان الشاورما بتبقى روحها سلطه الطحينه، ما ينفعش معاها التوميه، التوميه مع شاورما الفراخ. خلاص كده. وبسخن بقى جريل، بسخن طاسه، بسخن الساندوتش مارك اللي عندي ميرك. بصوا جهاز تسخين السندوتشات، ماشي؟ عشان خاطر ايه؟ بلاش نتكلم لغات احسن نغلط. بصوا يا قلبي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، انا هجيب حبه في طبق لان الطاسه تقيله ومش هعرف اشيلها كلها. تاخديه بقى من غير صوص، هي هتنزل شويه صوص مفيش مشكله، تاخديه من غير الصوص ماشي. الريحه ما اقولكوش رائعه. عارفين بتعذب، بصوا بذمتكم مش شاورما ابو حيدر ولا مش شاورما ابو حيدر. بصوا بقى لما قلت لكم البقدونس يبقى في الاخر ازاي هو والنعناع عشان بيدبل كده. بصي كده من غير اي حاجه بقى، ما تحطيش اي حاجه. انا مع شاورما الفراخ اللحمه ما بحبش احط معاها حاجه، ما بحبش احط عليها بطاطس ولا احط عليها اي حاجه من الحاجات دي. بصي هنقفل كده، هنقفل كده عادي بقى سندوتش العادي. فهمتيني ازاي؟ هتبتدي بالراحه ان هو بيبقى طالع من الفريزر يعني مش بيستحمل نفسه. نروح نحطه اهو كده، نحطه من الناحيه دي كده في الطاسه وهوريه لكم. نعمل واحد تاني. طاسه بقى تكون مضلعه، طاسه تكون بقى عاديه، صينيه تيفال، زي ما بقول لك التوستر اللي عندك، اي حاجه اي حاجه. انا بصراحه عندي اللي هو جهاز بتاع السندوتشات ده بس ما بحبوش، بقعد اطلعه بقى وبيعمل لي مشكله وقلق بقى وكهرباء ولازم افضي له مكان.
فايه بصي بصي انا بعمل ايه، بنزل الصوص تحت. طب احنا الصوص ده هنعمل فيه ايه؟ مره تانيه بقى هعمل لكم فتت شاورما لحمه، يا خبر ابيض ما اقولكوش، ولا تقولولي بقى مال الشام، ولا تقولولي اي محل سوري تاني. خلاص ونروح ونوريكم بقى احنا هنسخنهم ازاي. يا حبايبي بصوا شايفين، حتى تحسوا انها بتطلع دخان. بصوا اهي من هنا كده، تقفلي من فوق بقى باي حاجه، مش عايزه تقفلي ما تقفليش. انا بصراحه بجيب حله، بتكون عندي حله جنبي فيها اكل، بروح دايسه عليهم، فهمتوني ازاي؟ وخلاص. بس بصي يعني ده انا حطاه قبله، بصوا بصوا ابتدى يمسك ازاي. بصوا نبتدي ونشوف هنقدمهم ازاي يا حبايبي. يا دي حبايب قلبي السندوتشات بعد ما خلصت، صلبين سلطه الطحينه بالزبادي، وايه دي السندوتش، شايفين اللحمه، شايفين الريحه رائعه، الطعم تحفه تجنن. اسهل شاورما ولا نقع ولا اي حاجه، ادتني نفس النتيجه، بالعكس ادتني احلى من النتيجه الاولانيه اللي احنا بنفضل ننقع. انا بحاول اخلص بسرعه، بحاول اشتغل بسرعه، وجبات زي ما بيقولوا وصفات للست اللي بتشتغل، والست اللي مش فاضيه، واللي عندها اولاد صغننين ونفسها تعمل اكل، ما بتحبش وقفه المطبخ. ننجز ونخلص ونطلع احلى اكل لاولادنا. يا رب طريقتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله باذن ربنا مره ثانيه اعمل لكم بطريقه ثانيه شاورما برده، وهحط لكم تحت الفيديو ده لينك حلقه الشاورما القديم بتاع اللي انا كنت عملته برده، لو جربتوه والله ما هتسلوه. يا ريت تجربوه، بحبكم قد الدنيا دي كلها. انا حنورة رمضان.